اتفضل يا فندم. وصلت الحاجة؟ مفيش أي دليل على أي شبهة جنائية في موضوع فخر الدين ده. كل حاجة بتقول إن هو شخص غريب مش متزن، متعود إن هو يختفي ويظهر تاني. حتى كمان لاحظت إن ابن خالته اختفى عن الحارة في نفس الوقت. لما سألت عليه محدش كان عارف عنه حاجة برضه. فاستنتجت إن هما الاتنين سافروا مع بعض جايز. بس محدش اتكلم عن أي جناية. إلا واحد صاحبه. ناصر. كان مصمم إن فخر الدين يتقتل. بس محدش في الحارة اتكلم عن الموضوع ده. يعني مفيش قضية من أصل؟ بالظبط يا فندم. واحد اختفى وخلاص وشوية وهيظهر تاني. هايل يا عمر. كنت متأكد إن ثقتي فيك في محلها. عشان محدش بقى يجي يوجع دماغنا. أنت قلت لي قضية سليمان عبده إمتى؟ أنت الأسبوع الجاي باين؟ فعلا يا فندم هي الأسبوع الجاي. توفيق يا عمر إن شاء الله. ربنا يخليك. تمر بأي حاجة تاني ساعتك؟ شكرا يا عمر. أستأذنك. اتفضل. مع السلامة.